يعطينا طول قلب. أنا نحب بورتري لطفل أو لطفلة من تونس، نكتشف من خلاله شخصيته وأفكاره ورؤيته لكل ما يدور حوله اليوم، ونستمع إليه يحدثنا عما يحبه وعما يحلم به وعما يزعجه وعما يتمنى أن يغيره أو يصلحه في المجتمع، ونتقاسم معه ما يحلم بأن يصيره يوما ما حين يكبر، وما يحلم بأن يحققه في وطنه، وما هي تونس التي يحلم بها. أنا نحب هو برنامج مع الأطفال، ولكنه ليس للأطفال فقط، بل هو برنامج لي ولك ولك. هو برنامج للمستقبل وعن المستقبل، لتونس وعن تونس التي نتمنى وعن تونس ونحلم التي نتمنى ونحلم. عسلامة ياسمين. عسلامة. كيف حوالك؟ الحمد لله. لاباس؟ الحمد لله. خرجنا من المكتب احنا توا. صحيح. وجينا نجي ونجي 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 للبحر باش نصوروا أنا نحب. فاهمة الحكاية شنيا؟ أيه. مرحبا بك. أول حاجة الساعة للمشاهدات والمشاهدين، قدم نفسك. ياسمين العويني، 12 ans، نحب الدانس، نحب نلون. سيتو. وين تسكن ياسمين؟ نسكن في تبربة منوبة. احكي لنا شوية عليها تبربة ياسمين. والله تبربة عندها ياسر تاريخ، عندها ياسر تاريخ مع الرومان، فيها يعني ناتور ياسر مزيانة، فيها دي الفيرميت، فيها يعني دي مونتاني، فيها الفلاحة والخضار، منطقة فلاحية هي بالأساس، وفيها أثار. تبربة بلاد الخير والتربة. يلا وياسمين، بلاد الخير والتربة وبلاد ياسمين زيدا. فيها أثار. أي برشا أثار. تمشي لهم؟ مش ديما الحقيقة. تحب ولا ما تحبش التاريخ؟ نحبه كي يبدا من غير ضغط، خاطر في أغلبية المدارس تلقاها ياسر ضغط. شو معناها الضغط؟ فسر لي. يعني يبدا سبع صفحات الدرس. الدرس نتاع التاريخ. اي فوالا. هاي مادام دخلت للمكتب ميرا قولي شنو هو الحاجات اللي تقراهم واللي يعجبوك وتحبهم؟ نحب الانجلي، الفرنسي، مش ياسر العربي، مي كوميم هي لغتنا ولغة القرآن دونك نحبوها. شو علاقتك بالديجيتال وبالإنترنت؟ والله علاقة قوية، يعني بريس كيف الجيل هذا الكل. وعلاش؟ خاطر تشوف الموند أنتي، يعني تكتشف الحاجات مثلا في تونس، احنا مثلا في أخبار ثمانية، نشوفوا كان نشوفوا حاجات صارت برا تونس، مي الكونسنتراسيون الكل على لي زانفورماسيون اللي يصيروا تونس. وطنية. فوالا. مي في الانترنت، سور انترنت تشوف مثلا صار في لوروب، مثلا مسيرة صارت في لندن، فازة صارت في كولومبيا، تشوف برشا حاجات. اما فما برشا تلفز قنوات اخرين في العالم عربي وغير عربي يوريولك اللي صاير في العالم الكل. اي صحيح. شنو الفرق بينه وبين الانترنت؟ مش بيان ديتايي كيما الانترنت. صحيح ولا؟ وين تمشي في الانترنت؟ جوجل بور لي انفورماسيون. القرايه نتصور تعمل دي ريغيرش للقرايه. وساعات حتى تعرضني حاجه بارازار نحب نلوج عليها، مثلا تعرضني مثلا بلاد نحب ندخل نشوف الكابيتال نتاعها، نحب ندخل نشوف القديم العبد موجود فيها، فهمت برشا حاجات. مثلا زاد جوجل وعنا الانستغرام وتيك توك. باش شو الفرق حسب ما انت تجرب بين الانستغرام وتيك توك؟ هاك ما قلتليش فيسبوك. معناها فيسبوك لا لي فيسبوك جوست، خاطر الفيسبوك ما يطلعولكش مثلا لي ريل كيما في التيك توك والانستغرام. فيسبوك جوست باش تشوف لي بوبليكاسيون تاع العباد اللي انتويه مامي صحاب. وي فما تبديل صغير اللي يطلعوا لي ريل، زعما مش مشكله. الاكثريه سي فري كيما قلت انت في الانستغرام ولا في تيك توك. شنو الفرق بين تيك توك والانستغرام؟ عندك كونت هوني وكونت هوني. اي مثلا تيك توك اغلبيته يعني صحيح يجيوك في حاجات نتاع دين، وتو خاصة على فلسطين، مي ديما على انستغرام فيها ليستار، فيه يعني سياسيين معروفين، الاعلاميين، فيه يعني لي انستغراموز، مش الكل، مش الكل باهين ومش الكل خايبين. وفما في فيها دونك فما ديفيرونس بيناتهم. هما الاثنين لايت انا يظهروا لي. اي كلهم فيهم اكثر حاجات هكا نتاع تفرهيد، نتاع تفدليك، نتاع حاجات خفيفه معناها، ماهمش
ماهمش انجاجي ماهمش ياسر ملتزمين، مش كيما مثلا تويتر ولا الفيسبوك. كيما احنا رديناه، احنا بالسيف رديناه حاجه تصلح الفيسبوك، رديناه حاجه توصل الموقف مثلا. اي صحيح، اما تو شو انستغرام فما حاجه طلعت يعرضك فيديو، اي فيديو تطلع لك من لوطه نوت انترست و انترست، انت تنزل مثلا يعني انترست يعود يطلع لك تيب هذاك نتاع الفيديو هاي. وما اوكي تنزل نو يعني ما عادش يطلع لك. ياسمين تحكي لي شويه على تونس، تحب تحكي على تبربه ولا على تونس ولا على حق الويد؟ اللي نحب نحكي على تونس. نحكي على تونس. شنو تحس عليك؟ تونس بلاد جميله ياس، ويعني بلاد محبوبه برسك من العالم الكل. ما نعرفش لي توريست الكل يجي يقولوا نحب نبقى في تونس وكل، وشي الشعب التونسي محليه بيان سور، مش في كل شيء، مي اغلبيتهم سامباتيك جولين، تلقاهم يعني البارتاج باش حاجات فيه بوزيتيف. شعب التونسي شنو الحاجات اللي ماهمش ايجابيين ماهمش باهيين عندنا؟ فما العقليه. اش معناتها العقليه؟ اش تقصد بالعقليه؟ بي مثلا نقولوا قلت نظافه، طيب انا نغزر هكا يوجعني المنظر باش نغسل شيء بيبز بلاستيك حاجات، هي ذي حاجة متشكة فيها الحكومة وعقلية الشعب التونسي. بما ما نشتبه فيهم احنا، مي مثلا انت النقد ماهوش سبين. اي نقد صحيح، النقد حق وواجب ماهوش سبين. نعم، ما تربيش الشعب التونسي ملي هو صغير يرمي مثلا، كي يرمي البلاستيك ولا يرمي ساشي ولا يرمي حاجة يتعاقب عليها، يتعاقب عليها قانونيا مثلا خطية، والا ما نقولوش راح نحبس، مانيش باش نمشيو لدرجه لا خطيه مش دا حبس. شبيك انت تلقى روحك نظيف في داركم؟ ها عليه ما ترميش الكالكير هذاك، عليه تيقف وتمشي البوبيل يعني. دونك لهنا نشوفوا صحيح هو فما بخل، مش سكيزوفرينيا هذه، مش ازدواج شخصيه. صحيح، ما عليه منين جاتنا زعما الحكايه؟ ماش خاطر ما تربيش عليه ملي هو صغير، كي ترمي في الشارع عليك حاجه خايبه. صحابك صحابك اللي تختلط بيهم وتقرنتي وياهم وتعرفهم حتى في حومتك وفي البلاصه اللي كيفك ولا يلوحوا وما زاده؟ والله انا باش ما نكذبش نرمي ساعات، من بعد نرجع مثلا يوم الصباح رميت كيرت، ما انا مش في بال باش يجي في البوبيل، تلفت لقى ما جاش في البوبيل، رجعت نجري. تفاجئوا لي صحابي تفاجئوا، قالوا شبه هذه رجعت تجري. يعني هي حكايه عقليه. اون بليس الحكومه مثلا نقولوا احنا من البلديه، شنو انت بلديه تمشي تعمل قريف بجمعتين ولا بشهرين ولا بقديه وما تحطش لي بوبيل؟ وزاده فما حاجه الراسكله، حاجه مهمه ياسر احنا ما عندناش في تونس، ومالوغوزمون هذه حاجه مهمه ياسر. مثلا كان جات فما ريسكله في تونس، راه فما دي بوبيل نتاع يعني الفيغ، فما دي بوبيل نتاع البلاستيك، فما بلايص، فما بعض الاماكن نموذج تلقى فيهم بوبيل صفراء، بين صفراء وبين زرقاء وبين خضراء، ومصور عليهم كل واحده، واحده نتاع الكويغت، واحده نتاع البلاع، واحده نتاع البلاستيك. مي هي ما غير ريسكله هذيك، شنو الفايده منها؟ في المكتب يقريوكم حاجات فيهم توعيه من نوع هذا على الطبيعه وعلى المحيط وعلى الاحتباس الحراري وعلى التلوث وكل؟ يقريو ما يطبقوش. شكون ما يطبقش؟ والله ما نحبش نقول الاساتذه، اي بعض الاساتذه، الاقليه نتاع الاساتذه. ما يعلموكم حاجات يعملوا العكس نتاعهم في سلوكهم نتاع كل يوم؟ اي مثلا تتهجم على عبد لفظين، وهذه حاجه خايبه ياسر، وانا صاحبتي وصحابي اثرت عليهم نفسيا. تونس القاسمه؟ اي والتنمر زاد. كيفاش يصير التنمر؟ ترى اعطينا امثله. حاجات شفتهم انت ولا عشتهم؟ مثلا طفله تبدا اوبيز ولا طفل يجي يا بطي يا يتشبه الحوت الازرق ومكبرك بندير والله بالحق. هما صحابه قدوا في عمره ولا ناس كبار؟ اي صحابه قدوا في عمره، كيتغش ويمشي يبكي تاثر عليه نفسيا. احنا نفضلك معاك يا ولدي، باهي يا خويا سامحني، خي سامحني انت باش تبدل له الحاجه اللي صارت له، باش ترجع بالوقت تقول له اه قلت له سامحنا سي بون قصدت. ليه مش بالسيغ هذيك، خاطر هو سي بون تجرح في قلبه. حسب رايك كيفاش يتبدلوا السلوكيات هذوما؟ والله انا حسب ما ريت موجودين بارتو في العالم، لازم تكون فما قيم تتطبق، ومثلا معلم يسمع تلميذ مش تتطبق بالعنف، لا بالعنف اللفظي لا بالعنف زاد الجسدي، ماكش تبش تعطيه تريحه ولا 20 ضربه بشكل ما عادش على صاحبك. ليه
مثلا تسمع المعلم هذا يجي من المعلم ولا من البارون اي بارون حتى ما تعرفوش تسمع على صاحبه اجا ودي نكلمه كلمتين تمشي تهزو حتى درج ولا درجين راه ما يجيش هكا رانا كلنا كيف كيف راه ربي خلقنا كلنا هكا وذيك هو خاطبكش تنجم يكون مريض ينجم يكون حاجه قلت لي تونس بلاد ما احلاها بيشون الحاجات اللي هكا ما يعجبوكش يغشوا كيف تشوفهم ماذا بيك يتبدلوا يتنحاوا يتصلحوا هي اول حاجه بديناها هي يعني الوسخ ثاني حاجه المشاكل والله برشا مشاكل وليت الناس على اعصابها تتبسم العبد يتحرلك مثلا انا مثلا راجل كبير ديما يعرضني قول له سلام وقف والله يا ملك يمشي بعكيز وهكا بشوي بشوي يقف قليل تعرفني خاطر عرفت حتى ناس بكري استنسوا بقلة التربية استنسوا بالحق يتعرض لقلة التربية وكا ليه مش باش يكلمني كل اللي شك قال لك الرجل ذي تعرفني باش تقولي السلام يعني كلمة السلام ولات حاجة غريبة اللي هي لازمنا نطبقوها لازم يعني تبدا السلام ساعة حتى عم ما تعرفوش هذيك حاجة متاع بوليتيس والقدر زاد لازم يكون موجود شو تحب تولي نهار اخر كي تكبر ياسمين؟ نحب نولي شيرورجي طبيبة جراحة انتقل فما دي زونفون يقولوا لا ماجوريتي دي زونفون يقولوا طبيب او طبيب برشا فلوس انا نكبر نولي طبيب انا نولي بيلوت هما ما يغزروش يعني الحاجات الباهيه اللي خارج الفلوس الفلوس حاجه نيسيسير في حياتنا باش نلبس وباش ناكل مي مش هي كل شيء انا مثلا نحب نولي شيرورجيان صحيح جزء صغير على الفلوس خاطر ندخل فلوس وجزء اكبر نحب نعاون العباد نحب نحيي العباد خاطر طبيب هو بريسك صحيح يعني الخدمات الكل متساوية الخدمات الكل عندها دور كبير وكل متبيب هو بريسك اللي يحيي العباد نحب أنا نهار آخر ننقذ العباد ننقذ حياة الناس أي ونحب أهم حاجة كي نكبر إن شاء الله أنا فك الوقت هذاك تكون فلسطين تحررت ما أنا إذا كبرت ومازلت الحرب هذه قائمة أنا نمشي نتطوع ونمشي لغزة ويعني فلسطين رام الله إلى آخره يعني أي بلاصة في فلسطين ننقذ العباد يعني المساكين ذوكم البراءة اللي تموت كل يوم تمشي تتطوع كطبيبة معناها أيه. تعاونها قاعدة تتفرج في اللي صاير في فلسطين اي وهذا حاجة بارمي الحاجات البوزيتيف اللي موجودين في الانترنت هي اللي قاعدة توصل صحيح راهو فما فازات سيستم يوصلوا في حاجات غلطة كي تبدا ترافق الصور وخاصة في حاجات اللي تعاديو لايف شنو تحس وكيفاش تتفاعل وكيفاش تكون ردة الفعل نتاعك شنو تقول؟ والله حاجة ياسر موجعة يعني تو في الصباح برك كنت تبع في فيديوهات في الصباح في العشية ولات هي محورنا من قبل فلسطين محورنا والله حاجة موجعة كما قلت لك وما للي وليت نحس بالذنب والله في الصباح نحكي فيها قلت انا حاسه بالذنب لي انا لابسه انا حاسه بالذنب لي انا ناكل انا حاسه بالذنب لي انا نرقد متهانيه في اللحظات هذه نرقد متقلقه من نرقد فما اطفال في عمري ولا حتى اقل ممسكن من القصف ومن الموت من عائلتهم وكل من با يصلوا يرقدوا وليت حاسه بالذنب لي انا عايشه بالحق كلنا كيف كلنا حاسين بنفس الحكايه تقعد ساعات بينك وبين روحك وتخمم ولا حتى مع أصحابك عبيد في عمرك ولا حتى مع عبيد أكبر منك اللي مهتمين بالموضوع هذا تسأل تخمم تقول زعما شنو الحل زعما فما حل نهار من نهارات توفى المأساة متاع فلسطين وتتحرر ويوفى الظلم ويوفى الدم ويوفى العدوان بإذن الله مادام مازلت المقاومة مستمرة ومازلت فما رجال ونساء قاعدة تقاوم ومش مستسلمة بإذن الله فلسطين باش تتحرر تكبر نهار آخر في المستقبل ولي عمرك 20 30 سنة ولي عندك فلوس في يدك وعندك قدرة زادة ولا نوع من السلطة شنو الحاجات اللي تقول باش تبدلهم ولا باش تساهم في تبديلهم وفي تغييرهم في يعني في تونس الزوز ماذا بيا في تونس وفي العالم هات نبداو بتونس وبعد نشوف العالم في تونس برشا حاجات لازمها تتبدل اول حاجه يعني القانون لازم يطبق بالصحيح وبنظافه مش برشا حاجات يعني مش ظاهره تحت الطاوله كما نقولوا احنا لازم يطبق بنظافه اذا كان جات عندي السلطه يعني ما لازمش فما حاجات تصير مثلا رشوه
ما لازمهاش تكون رشوه، مثلا خاطر هذاك الاكتاف زاد الاكتاف والمعارف اللي هي توا ولات بريسك ما حد ما عاد ياخذ حق، ما عندكش معارف شنو نعمل بيك؟ ما عندكش معارف انت، اه لي امك هكا اي مرحبا بيك انت ولد هذي، اه مرحبا بيك ولد هذاك، اي ليه انت ولده، ليه ليه ما نجمش نقبلوك. كان عندك القدره ولا السلطه نهار اخر تبدل حاجات موجودين في الكون في العالم في الكره الارضيه، شنو مثلا؟ والله اول حاجه ناحيه كشتم، العنف ضد الطفل ضد المراه حتى ضد الرجل، فما رجال يتعرض للعنف بعضهم، فما يعني هذيك لازمها تتنحى، اهم حاجه العنف اللفظي والعنف الجسدي والعنف الى اخره، العنف انواع العنف الكل لازمها تتنحى من الكون ومن العالم، ويعني لازم هاني قلت لك القانون يطبق بشكل يعني نظيف في العالم الكل مش كيف في تونس، يعني اون جينيرال القانون لازم يطبق كما هو، ويعني سيتو بريسك سيتو، يعني كان فما الحاجات هذه تصير وليغاليتي ما تميزش عبد على عبد، مساواة ما بين الناس. إيه؟ سهلة هذه تحقيقها؟ سهل هو باش نساويو ما بين الناس باش نعملوهم بعض؟ لا خسارة، خسارة ياسر مالوريزمون اللي العدل والمساواة، يعني ليغاليتي صعيب ياسر باش تحققها، قد ما تقول العدل المساواة العدل المساواة لازمها جهد بريسك من العالم الكل باش تتحقق الحاجة هذه. احنا كملنا توا هكا هذيك علاش انا جيت بحذاك توا نزولا عندها رغبة خلود المصورة نتاعنا، قالت لي برخا نصوركم زوز بعضكم، هاي بينا نقولوا بالسلامة. شنو تحب تقول في ختام البرنامج ياسمين؟ يعطيكم الصحة وان شاء الله حصتي تعجبكم. ان شاء الله ان شاء الله حصتك تعجب المشاهدات والمشاهدين. ان شاء الله. شكرا لك ياسمين، إلى اللقاء، إلى اللقاء، باي باي. باي باي.